اولا حته زياده المعاش فتره الانتخابات ده بجد، يعني انا طبعا يعني انا بقول انه يعني خطا فادح، لان ده ترتب عليه في المره اللي فاتت لما في التجديد النصف زاد المعاش، زود اعباء كبيره جدا على صندوق المعاش، وخصوصا انه الزياده لم تكن زياده بناء على دراسه اكتواريه اللي هي تحدد ان انا الدخل عندي قد ايه، المتوقع الوفيات قد ايه، المصاريف اللي انا بصرفها على الناس الموجوده دلوقتي قد ايه. ده كله يمكن اقول لك دخل عمل عبء اكبر، وما كنت اتمنى من اي مجلس، يعني انا اتمنى ده ان حتى يتكتب في قانون النقابه بعد كده يبقى الزام عدم زياده المعاشات او زياده اي شيء الا بناء على دراسه اكتواريه. انا لا يمكن اعمل حاجه الا بناء على دراسه عشان اضمن استمراريه المشروع، اضمن استمراريه الزياده دي انها ما تعملش اعباء على النقابه. تمام. فالجزئيه بتاع الميزانيه والجزئيه بتاع المشروع منها وهميه ومنها مشروع. ما الميزانيه دي انا عايز اقول برضو خلينا واقعيين، انا لو في بيتي وحاسس ان انا عندي عجز او ان انا عندي ديون او ان انا عندي مشاكل، مفروض ابسط شيء هعمله اقلل المصاريف بتاعتي. ده ما حصلش، بل بالعكس زادت. بالعكس انا لقيت ان في اجتماعات بتحصل في بورسعيد ومش عارف فين وفين وفين تكلف النقابه كتير جدا. طب انا ازاي انا عندي عجز في 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 الميزانيه بتاعتي وفي نفس الوقت انا بزود في المصاريف بتاعتي؟ ما فكرناش ان احنا نقلل المصاريف بتاعت النقابه. هل محتاج الاعداد الناس الموجوده دي كلها محتاجه؟ لازم الموضوع يعاد هيكلته. الحاجه الثانيه زي ما انا بقول كده، كل ما كانت مصاريفي اكتر كل ما ديوني بتزيد، كل ما اعباء بتبقى على النقابه وبيورثها مجلس عن مجلس. يمكن انا من الحاجات اللي يعني بستغرب ليها ان مراقب الحسابات او الراجل بتاع الجهاز المركزي رفض الميزانيه. طب انا كمجلس عملت ايه؟ يعني انا في 2016 اترفضت، في 2017 مفروض يعني في كذا سنه ورا بعض الميزانيه بتترفض، ما عملوش حاجه. ما يعني خلينا واقعيين، كان فيها عجز ولا ما فيهاش عجز؟ المجلس عمل ايه؟ بالعكس ده انا العجز زاد، وده بالعكس بالنسبه لي اعتقد ان هو مفروض يعني كان شيء يخليني اقف وافكر واشوف ايه ايه اللي غلط عندي وادرس الموضوع ايه. تمام. بالنسبه للمشاريع المشاريع بتاعت اللي اعلن عنها المجلس الحالي، والناس بتقول انها المهندسين بيقولوا انها فنكوش، ومنها مشروع المستشفى. ما مشروع المستشفى انا بقول احنا لو قدمنا مشروع رعايه صحيه افضل هيبقى احسن لي، لسبب واحد، المستشفى لها مكان ولها مقر، لا يمكن واحد من اسوان هيجي يستخدم المستشفى ولا واحد من اسكندريه يستخدم المستشفى. انا كان من الافضل ان انا اقدم مشروع رعايه صحيه متميز وما اعملش المستشفى. وبقول برضو احنا لن نجيد اداره المستشفى، احنا مش بتوع اداره، بدون ذكر اسماء، بتحقق خساره. الاكثر من ده يمكن انا دايما بضرب مثل بقول احنا يوميا انا بحتاج عيش في بيتي، هل اروح ابني له فرن وانا ولا ابص لحد بيقدم لي الخدمه دي موجوده اصلا وخلاص؟ هل هقعد اعمل فرن واجيب له سولر واجيب له مش عارف واحد خباز واجيب له مش عارف كذا عشان انا عايز عشت رغيفه؟ طب ده انا المستشفى القيمه التقديريه بتاعتها بقول 700 مليون. انا لو اشتريت 3-4 مستشفيات، واحده في اسوان، واحده في اسيوط، واحده في القاهره، واحده في اسكندريه، حاجات صغيره، هتبقى افضل من كل ده. لكن انا زي ما بقول لك انا ضد مشروع المستشفى. وبعدين برضو الشعار بتاعه ان انا بقدمه للشعب المصري، انا وانا نقابه اطباء هقدم مستشفى، انا اقدم مشروعات هندسيه، حلول هندسيه للشعب المصري افضل من ان انا اعمل مستشفى. طيب رؤيتك للعمليه الشامله اللي بيقوم بيها الجيش جزئيتين صغيرين، موقف مصر من مشروع سد النهضه، بما ان حضرتك رئيس مساحه الميكانيكا والكهرباء، مشروع الضبعه والتخوفات من المشروع مثلا، او عمله، يعني هل هو مفيد دلوقتي؟ الطاقه النوويه الناس بقت قليله في الدول دلوقتي استخدامها، فحضرتك الثلاث جزئيات دي. اولا لو احنا اتكلمنا على المشروعات والجيش والحاجات دي، انا اعتقد
ما تم عمله في الفترة اللي فاتت ديت من مشروعات بجد حاجة أي حد في مصر يفتخر بيها، لأن كانت في مشاكل مزمنة وكانت الحلول بتاعتها زي ما بيقولوا كده على نطاق واسع، ما كانش حل الجزئيات أو مسكنات. مشروع الطرق اللي اتعمل في الدولة ده يمكن احنا ما بدأناش نحس بيه إلا دلوقتي، ولسه كمان لما ينتهي مشروع مثلا الدائري الإقليمي ده حاجة أنا أعتبره يعني يعتبر حاجة مفخرة، لسبب واحد تعرف أزمة المرور في القاهرة، يعني أتصور 50% منها يتحل لما يتعمل مشروع الدائري الإقليمي. المشروع الدائري الإقليمي ده أنت هتاخد من عند مثلا أويسنا، ما بين أويسنا وبنها تاخد الطريق الدائري، لو عايز تروح السويس، لو عايز تروح الإسماعيلية، لو عايز تروح الصعيد هتطلع من خارج القاهرة خالص، لأن الطريق الدائري الموجود دلوقتي ما بقاش داير، ده بقى داخل القاهرة دلوقتي. فالمشروعات اللي اتعملت واللي تبنتها الدولة في الفترة اللي فاتت دي حاجة متميزة. لو انت شفت اللي حصل في موضوع أزمة الطاقة والمشروعات اللي اتعملت في الخطة العاجلة للطاقة دي من الحاجات المتميزة. سد النهضة زي ما انت شايف احنا الحمد لله يعني يمكن وصلنا، او في اثيوبيا في الفترة الأخيرة وصلنا ل يعني شبه اتفاقات اعتقد هتبقى كويسة. وزي ما دايما احنا بنقول حتى في الدولة او في الوزارة، احنا لسنا ضد التنمية في اي دولة من دول افريقيا، بل بالعكس احنا مفروض ندور على نقاط نتلاقى فيها للتنمية او عمليات نتلاقى فيها للتنمية. مشروع الضبعة احنا تأخرنا فيه كتير جدا، يعني دول كتيرة جدا جنبنا وبدون ذكر اسماء وصلت لإنتاج الطاقة بالطاقة النووية، لأنه أحد الحاجات اللي بتنتج الطاقة بأسعار أقل، وأعتقد إن إحنا تأخرنا فيه وكنا المفروض نفكر فيه قبل كده العملية بكتير. الشاملة في سيناء، العملية الشاملة في سيناء ده لازم، وكنت أتمنى إنها تتعمل من سنوات كتيرة. رسالتك للمهندسين. رسالتي للمهندسين يعني إن شاء الله يوم 23/2 ويوم 2/3 عايز أقول لكم كلمتكم، تختاروا المجلس تختاروه عشان ما نجيش بعد كده نقول 4 سنين تاني احنا عانينا او عملنا حاجة كنا يا ريتنا دققنا في الاختيار. الانتخابات محسومة لحد في الفرعيات أو في العامة؟ الانتخابات محسومة للمهندسين اللي يختاروه، لكن طبعا ما حدش يتوقع ايه اللي هيبقى التصويت هيبقى ازاي، ولا حتى حد متوقع الاعداد هتبقى ازاي، لان زي ما بقول لك انتخابات يوم جمعة وفي اماكن محددة، ما حدش عارف الاعداد هتطلع ازاي. تتوقع مثلا مشاركة رئيس الوزراء بما إنه مهندس في الانتخابات؟ بالتأكيد هيشارك طبعا، أعتقد كتير جدا من الناس هتشترك كل ما هو مهندس، وأتوقع برضو إن هيبقى فيه في النقابات الفرعية عن النقيب الفرعي والنقيب العام بنسبة عالية جدا هيبقى فيه إعادة لماذا على النقيب العام هتكون في إن شاء الله. لماذا تجاهلت وزارة الري الانتخابات المهندسية؟ ده آخر سؤال. وزارة الري ما تجاهلتش، وبالعكس ده احنا في ناس مشاركين منها، وأعتقد ده شيء كبير، يعني في أكبر من أكتر من حد مشارك فيها. الوزير يمكن عشان بدوره ان هو مشرف على النقابة لابد ان يكون على مسافة متساوية من جميع المرشحين، وبالتالي يعني انا شايف ان هو من الافضل، او هو يفضل انه ما يزجش بنفسه، او يكون هو لان هو اللي بيعتمد قرارات جمعيات عمومية قرارات شيء، فلازم يكون في الموقف ده. بشكرك دكتور، شكرا شكرا لك، الف شكر، الف شكر، شكرا.